قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصفا أساميهم لنا خير بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا يذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن يوسف عليه السلام كيف نجاه الله عز وجل من السجن، وبدأ الفرج ليوسف بعد أن صبر سنوات طويلة، وبعد أن أعلن الله عز وجل براءته بين الناس صار يوسف الآن عزيزا في مصر، صار يوسف الآن حاكما في مصر، صار هو الذي يتحكم بأموال الناس، باقتصاد البلد، بالغذاء، بالمحاصيل. جاءت السبع سنين الأولى ويوسف كان أمينا على البلاد وعلى أموالها، ثم بدأت سنوات القحط الثانية، سبع سنوات الثانية قحط، جوع، جدب. انتشر الجوع في مصر وما حولها، وصل الجوع والقحط إلى فلسطين، هناك يسكن من؟ يعقوب عليه السلام وأبناؤه. سمع الناس في البلاد المجاورة أن في مصر الخير بقي، وأن هناك رجلا عزيزا حاكما يوزع الخيرات والطعام على الناس إذا جاءوا ببضائع يستبدلونها بها. فإذا بيعقوب يرسل أبناءه العشر إلى أين؟ إلى مصر، وهو لا يعلم من عزيز مصر في ذلك الزمان. يوسف عليه السلام يستقبل الناس، يستبدلون الطعام بالبضائع. قيل له أن وفدا من فلسطين جاء. دخل العشرة إلى يوسف عليه السلام بعد عشرات السنين، انقطعوا عنه، ظنوا أنه قد توفي، ظنوا أنه قد مات، ظنوا أنه قد انتهى. يوسف عليه السلام سمع أن وفدا من فلسطين قد دخل عليه بلاد أبيه. دخل العشرة فإذا بيوسف يعرفهم، أما هم لم يعرفوه. تذكر يا يوسف لما كنت في البئر والله عز وجل أخبرك أنه سيأتي يوم تعرفهم، تخبرهم بأمرهم وهم لا يشعرون؟ بدأ هذا اليوم يا يوسف. ودخلوا على يوسف، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وهم له منكرون. فعرفهم وهم له منكرون. سألهم عمن بقي من أهليهم، من بقي؟ قالوا بقي أبونا، بقي أخ لنا اسمه بنيامين، أخو يوسف الشقيق لأمه وأبيه، بقي لنا كذا وكذا. قال لما لم تأتوا بأخيكم بنيامين، أخيكم الصغير؟ قالوا أبانا لا يسمح لنا بأخذه. قال إن جئتموني مرة أخرى فإنني لن أعطيكم طعاما إلا إذا جئتموني بهذا الأخ، لن أعطيكم أي طعام حتى تؤتيوني بأخيكم الصغير بنيامين. فإذا بيوسف عليه السلام يخبرهم بهذا، ثم بعد أن أعطاهم الطعام وأخذ منهم البضائع والأمتعة قال لخدمه، لفتيانه، لغلمانه، قال لهم أرجعوا بضائعهم داخل الطعام مرة أخرى بغير أن يشعروا. فإذا بهم يأخذون الأمتعة مع الطعام ويرجعون إلى من؟ إلى أبيهم يعقوب عليه السلام. رجعوا إلى يعقوب، فلما دخلوا على أبيهم يعقوب قالوا يا أبانا، يا أبانا، أعطانا هذا العزيز طعاما لكنه منعنا منه مرة أخرى إلا بشرط. قال وما هو الشرط؟ قالوا لأبيهم إلا أن نذهب بأخينا بنيامين. قالوا يا أبانا
منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. هذه الكلمة بالذات سمعها يعقوب قبل عشرات السنين. سمعها لمن؟ سمعها من أبنائه لما أرادوا أن يأخذوا معهم من؟ يوسف عليه السلام. نفس الكلمة بالضبط قالوا وإنا له لحافظون. فتذكر يعقوب وهو لم ينس يوسف عليه السلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيسوا من أبيهم وذهبوا إلى أمتعتهم يفتحونها ليخرجوا الطعام فلما أخرجوا الطعام وجدوا بضاعتهم قد أخفيت في الطعام نفسه فرجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إنه رجل كريم إنه رجل عزيز أعطانا الطعام وأرجع لنا البضاعة مرة أخرى. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. هذا الطعام يسير يا أبانا نذهب مرة أخرى فيجزل لنا الطعام والأجر والثواب لنذهب إليه مرة أخرى فإنه رجل كريم يا أبانا. ألحوا على أبيهم ألحوا على أبيهم ألحوا على أبيهم ويعقوب عليه السلام لا يرضى لأنه يتذكر المكيدة الأولى لما أخذوا منه يوسف عليه السلام وهو يبكي عليه منذ سنوات طويلة منذ زمن طويل الآن تريدون أخذ ابن الآخر مني لن أرسله معكم. فلما ألحوا على يعقوب عليه السلام إذا به يقبل بالأمر لكنه اشترط عليهم شرطا ماذا اشترط؟ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله أريد عهدا بينكم وبين الله جل وعلا عهد تعاهدوني حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أريد عهدا تعاهدون الله عز وجل به أن ترجعوا لي ابني إلا أن يحاط بكم فتموتوا جميعا. فأعطوه الميثاق والعهد ألا يرجع إلا بأخيهم أو يموتوا جميعا. وفعلا ذهب الإخوة بأخيهم فطلب منهم يعقوب عليه السلام طلبا إذا دخلتم مصر فلا تدخلوا مجتمعين لا تدخلوا من باب واحد ولكن تفرقوا في الأبواب حتى لا يتربص بكم الأعداء وحتى لا يحصل أمر ربما لا تعلموا به. وفعلا أخذ الإخوة أخاهم وذهبوا بأخيهم بنيامين ومعهم البضائع والأمتعة إلى مصر ذهبوا إلى يوسف عليه السلام مرة أخرى وهم لا يعلمون أنه يوسف. انطلقوا من فلسطين إلى مصر مرة أخرى. قصص نور قصص حكمة وصبر. وصل الإخوة معهم بنيامين إلى مصر وذهبوا إلى قصر يوسف عليه السلام وهم لا يعلمون أنه يوسف. فلما دخلوا عليه عرف يوسف عليه السلام أخاه بنيامين فضمه إليه وآواه ثم قال له وإخوانه لا يسمعون قال أتعلم من أنا يا أخي؟ قال من أنت؟ قال أنا يوسف. قال يوسف أخي؟ قال نعم. قال ماذا حصل؟ قال قد من الله عز وجل علي. تخيلوا كيف كان يعانقه، تخيلوا كيف كان يسلم عليه ويصافحه ويضمه، تخيلوا كيف كان يكلمه عما حصل في عشرات السنين لما غاب يوسف عليه السلام، تخيلوا كيف كان بنيامين يشتكي إلى أخيه يوسف مما فعله إخوانه به. ثم قال له يوسف لا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم لما جهز إخوانه بمتاعهم وأعطاهم الأكل وما يريدون من متاع وضع سقاية الملك صواع الملك في متاع من؟ متاع بنيامين أخوه الشقيق ولا أحد يعلم بهذا. ثم لما جهزهم وخرجوا قافلين راجعين إلى فلسطين وما إن ابتعدوا قليلا من القصر إلا وينادي منادي من؟ ينادي منادي يوسف عليه السلام في الناس
في هذه القافلة ينادي فيها فيقول: أيتها العير، أيتها العير إنكم لسارقون. نحن سارقون، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ما جئنا لنسرق منكم شيئا. فلما رجعوا إلى يوسف عليه السلام قال: نفتقد صواعا للملك، إناء للملك، فإذا وجدناه عندكم ما جزاؤه؟ قالوا: في شريعتنا، شريعة يعقوب عليه السلام، من وجدتم الصواع عنده وهو سارق فإنه لكم عبد يخدم عندكم. فبدأ بالبحث في أمتعتهم وجعل متاع أخيه بنيامين في آخر ما يفتش فيه. فلما وصل إلى متاع بنيامين والإخوة يشهدون، فإذا بهم يخرجون الصواع. فلما رأوا الصواع يخرج من متاع أخيهم بنيامين أخو يوسف قالوا ويرفعون أصواتهم بهذا: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إذا سرق فإن له أخ اسمه يوسف قد سرق من قبل، وهم لا يعلمون أن الذي يعطيهم الطعام العزيز هو يوسف، هم لا يشعرون بهذا. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فإذا بيوسف عليه السلام يسر في نفسه حديثا وهو حزين فيقول: قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. ثم بعدها قالوا له: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أبونا كبير لا يتحمل فقده، فخذ أي واحد تشاء منا بدلا عنه. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، هذا ظلم أن نأخذ أحدكم بدلا عنه. فإذا بهم يتناجون ويتكلمون وأيسوا من يوسف عليه السلام أن يرجع لهم بنيامين. فإذا بكبيرهم أعقلهم يقول: قد علمتم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل، ما فرطتم في يوسف هذه المرة الثانية، أما أنا فلست راجعا إلى أبي، لن أستطيع أن واجه أبي، فإنني سوف أمكث هنا مع أخي بنيامين حتى يحكم الله لنا، ارجعوا إلى أبيكم فقصوا عليه القصص. فلما رجعوا إلى يعقوب وكان شيخا كبيرا قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق. أين بنيامين؟ بنيامين ابنك قد سرق صواع الملك فأخذ، وأين أخوكم الكبير؟ جلس عنده. يا أبانا، لم يصدقهم يعقوب عليه السلام. هذه هي المرة الثانية، المرة الأولى كذبتم في يوسف، وهذه هي المرة الثانية تكذبون في أخيه الصغير وأخيه الكبير، لن أصدقكم هذه المرة. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، ليس لي إلا الصبر على ما فعلتم وعلى ما صنعتم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أرجو من الله أن يرجع لي يوسف ويرجع لي بنيامين. يوسف إلى الآن تذكر يوسف بعد عشرات السنين؟ نعم، يوسف وبنيامين وأخيه الكبير. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. ثم بعد أن بكى فترة من الزمن وهو لم ييأس من روح الله عز وجل قال: يا بني ارجعوا، يا بني اذهبوا، يا بني ابحثوا يمنة ويسرى، ارجعوا إلى مصر مرة أخرى لعلكم تجدون يوسف وإخوانه أيضا معه. قالوا: تالله، أقسموا، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. سوف تهلك يا أبانا، إلى الآن تذكر يوسف وابيضت عيناه، عمي يعقوب عليه السلام من كثرة بكائه على أبنائه، عمي يعقوب بعد أن فقد يوسف عشرات السنين، لم ينسه إلى الآن. قال: يا بني يذهبوا فابحثوا عن يوسف، ابحثوا عن بنيامين، ابحثوا عن أخيكم الكبير، ربما ترجعوا إلى صوابكم، ربما تجدوهم مرة أخرى. فالقلب لا زال حيا بذكراهم وهو جالس يبكي يتذكر أبناءه الثلاث. فإذا بإخوانه، إخوان يوسف التسعة الذين بقوا مرة أخرى، رجعوا إلى مصر وذهبوا إلى العزيز وهم لا يعلمون أنه يوسف،
ودخلوا عليه أذلة نكسوا رؤوسهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز. كم بقي الآن؟ تسعة رجال كلهم قد نكسوا رؤوسهم، أوهنهم الذل والوهن والجوع، إذا بهم من ضعفهم أصابهم الوهن. يقول أحدهم ليوسف عليه السلام، يقول يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، جئناك ببضاعة لا تقبل، أصابنا الضر، أبونا عمي بصره، اشتد بكاؤه، يا أيها العزيز، يا أيها العزيز افعل ما تفعل فإن الضر قد نزل بنا والمصائب قد ألمت بنا. الآن يوسف عليه السلام يتذكر وعد الله له وهو في البئر، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تعرفون ماذا قال لهم في هذه اللحظات؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تذكرون فعلتكم بيوسف؟ تذكرون لما رميتموه في البئر؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ نظروا إليه فإذا العين عين يوسف، وإذا الصوت صوت يوسف، وإذا بهم يحاولون التذكر، أئنك لأنت يوسف؟ أنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ارتفع البكاء وعلى الصياح، إخوانه يبكون نكسوا رؤوسهم. ماذا سيفعل الآن بهم يوسف عليه السلام؟ هل سينتقم منهم؟ هل سيفعل بهم ما يفعل؟ قال يوسف في هذه اللحظات، لحظة العزة، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال لهم بعد أن نزع قميصه، خذوا هذا القميص واذهبوا به إلى أبي، وألقوا القميص على أبي، ثم سوف يرجع بإذن الله عز وجل بصيرا، سوف يرجع بإذن الله عز وجل بصيرا، وارجعوا إلي مرة أخرى، ألقوا هذا القميص على أبي وسوف يعيد الله عز وجل له بصره، ثم يرجع بصيرا وترجعون إلي مرة أخرى. عفى يوسف عليه السلام عن إخوانه، نزع قميصه فقال لإخوانه خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، سيرجع الله عز وجل له بصره، ثم أتوني بكل قبيلتكم وأهلكم. فإذا بالقافلة تعود إلى بادية فلسطين إلى بيت يعقوب، ذلك الشيخ الكبير الذي عمي بصره، الذي كبر سنه، الذي بكى لسنوات على يوسف عليه السلام ثم على أخيه، وهو جالس إلى الآن لم تصل القافلة، إلى الآن ما فصلت العير، إلى الآن ما وصلت إلى خيمته، إلى مكانه. فإذا به يعقوب عليه السلام وهو أعمى، يقول لأبنائه الذين بقوا معه، يقول لأهله أشم رائحة يوسف، لولا أنكم تزعمون أنني مجنون لقلت لكم أنني أشم رائحته. فإذا بهم يقولون تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولما فصلت العير قال أبوهم، ذلك الشيخ الكبير يعقوب عليه السلام الأعمى الضرير، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فرد بعض أبنائه عليه قالوا تالله، يقسمون إنك لفي ضلالك القديم، يقسمون على ضلاله وجنونه، يقولون هذا لنبي من أنبياء الله عز وجل. فجأة جاء البشير الذي يحمل القميص يبشر أباه
بعد عشرات السنين من فقد ابنه يركض فيدخل إلى أبيه في خيمته ثم يرمي القميص على وجهه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فلما أزاح القميص إذا بيعقوب عليه السلام يبصر. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال يعقوب عليه السلام: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. تجمع الأبناء حول يعقوب يبكون وهم فرحين، ثم طلبوا من أبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ندموا على فعلهم. فقال يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وعدهم أن يستغفر لهم. أعاد الله البصر ليعقوب عليه السلام. أي فرحة هذه التي نزلت على يعقوب عليه السلام. ثم جمع أولاده وأهل بيته ليعود قافلا إلى مصر إلى موطن ابنه الجديد، لتجتمع أسرة يعقوب عليه السلام كلها مرة أخرى في مصر عند يوسف ومع يوسف عليه الصلاة والسلام. قصص نور قصص حكمة وصبر. خرج يعقوب عليه السلام من فلسطين متوجها إلى مصر معه أبناؤه الأحد عشر. تخيلوا فرحة يعقوب عليه السلام وهو ذاهب إلى ابنه يوسف الذي افتقده منذ عشرات السنين. تخيلوا هذه الفرحة الغامرة التي غمرت يعقوب ذلك الشيخ الكبير. فلما وصلوا إلى مصر فإذا بيوسف عليه السلام بنفسه ينتظرهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم أمه وأباه وقربهما إلى العرش. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم رفع والديه عند الكرسي عند عرشه، ورفع أبويه على العرش، وإذا بإخوانه جميعا الأحد عشر وأبوه وأمه يخرون له سجدا، وكان السجود في عهدهم مشروعا، وخروا له سجدا. فلما فرح الجميع بمقدمهم على يوسف عليه السلام ذكر يوسف أباه فقال: يا أبي أتذكر وأنا صغير جئت إليك أخبرك عن رؤيا رأيتها في المنام، أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سجدوا لي في المنام؟ الآن يا أبي إنها الرؤيا تحققت. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وإذا بإخوانه يعانقهم واحدا تلو الآخر، وعنده أمه وأبوه. أي فرحة غامرة نزلت على يوسف عليه السلام. بعد سنوات من الحرمان حرم من أبيه وأمه، حرم سنوات طويلة من العز، دخل السجن، كاد أن يموت في بئر بيع بالأسواق. الآن فضل الله عز وجل عليه نزل. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم ينسب لإخوته أي جريمة أو تهمة الذين أرادوا قتله، قال: إن الشيطان هو الذي نزغ بيني وبينهم. أي كرم ليوسف، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عندما نسب كل الإثم للشيطان ولم ينسب لإخوانه شيئا. ثم رفع يديه إلى السماء قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ماذا تريد يا يوسف؟ انظروا إلى طلب يوسف في آخر عهده، قال: توفني مسلما
وألحقني وألحقني بالصالحين. إنه تواضع يوسف عليه الصلاة والسلام، كم صبر وكم اتقى الله عز وجل. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حتى نلقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور.